بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. في هذا الفيديو بإذن الله راح نتعرف كيف يتم توجيهكم إلى مختلف الشعب في السنة الثانية ثانوي، وهذا خاص بشعبة السنة الأولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا. أعزائي تلاميذ سنة الأولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا، هل تريدون معرفة كيف يتم توجيهكم إلى مختلف الشعب في السنة الثانية ثانوي؟ بإذن الله في هذا الفيديو سأقدم لكم شرحا وافيا حول كيفية التوجيه، حيث يعتمد القبول في السنة الثانية ثانوي أساسا على النتائج الدراسية التي يحققها التلميذ خلال السنة الأولى ثانوي، أي على أساس المعدل السنوي للتلميذ. على أساس ماذا؟ المعدل السنوي للتلميذ. يرتب التلاميذ حسب النتائج المدرسية وفق المعدل السنوي ترتيبا تنازليا من الأعلى معدل إلى آخر أدنى معدل. مثلا يحكم السنة الأولى كامل تلاميذ السنة الأولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا يرتبوهم حسب النتائج المدرسية تاعهم، يعني وفق المعدل المدرسي يجوا دايرين هذاك المعدل، يحكموا يديروا له ترتيب تنازلي من اعلى معدل الى اخر. مثلا اعلى معدل قال 18.16 ويجوا هابطين هم هابطين 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 حتى يلحقوا مثلا الى 6.25 معدل، يعني الى اخر ادنى معدل. ومن بعد يختار للقبول يخيروا للقبول التلاميذ حسب معدلاتهم، يعني الأولوية للأول، أي الذين يكونوا قادرين على متابعة الدراسة في السنة الثانية ثانوي، اللي ما همش قادرين يعودوا أو يفصلوا من الدراسة. حيث تستغل في هذه العملية بطاقة المتابعة والتوجيه، يستغلوا ماذا؟ بطاقة المتابعة والتوجيه. هذه البطاقة المتابعة والتوجيه تحتوي على نتائج التلميذ خلال كامل السنة الدراسية، أي يكون القبول القبول على أساس ماذا؟ على أساس المعدل السنوي، المعدل السنوي. أي التوجيه هو ماذا؟ هو مساعدة التلميذ على اختيار نوع الدراسة المستقبلية التي تتناسب وقدراته واستعداداته، حيث يعتمد التوجيه في السنة إلى السنة الثانية ثانوي أساسا على ماذا؟ على قدرات ورغبات واقتراحات مجلس القسم وملاحظاته، وهذا المجلس يتم في آخر السنة. عملية التوجيه نحو مختلف الشعب عملية أكثر تعقيدا من عملية القبول، يلزم لك تفرق بين عملية القبول وبين عملية التوجيه. عملية القبول لماذا؟ قلنا عملية التوجيه هي أكثر تعقيدا من عملية القبول، لماذا؟ نظرا لأنها تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأسس. أي عملية القبول راك جبت معدل أكبر أو يساوي 10، هنا راك مقبول في السنة الثانية. ما عدا كاين بعض الثانويات اللي يديروا بعض الامتيازات اللي عندهم 9.5 فما فوق، هذو يديروا لهم يسموه الراشة
يعني مقبول بشرط. أما هذا أكبر أو يساوي 10 هذا مقبول، لكن بعد هذه العملية القبول يجي التوجيه، أي أين يوجه وش من شعبة يروح. حيث هنا عملية التوجيه شكون اللي يستفادوا؟ يستفادوا التلاميذ الأوائل في المعدل السنوي، يعني التلاميذ الأوائل الأوائل في المعدل السنوي هم اللي يستفادوا الأولى. لماذا؟ تشجيعا لهم على المجهودات التي بذلوها، يعني من فرصة تلبية رغباتهم في التوجيه نحو الشعب التي يرغبون فيها. ودائما يكون هذا يكون بنسبة 5% من الأوائل، هذا يروح وين حب يروح هو. بالنسبة للأولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا، يتم في هذا الجذع التوجيه إلى 4 شعب، يتم التوجيه إلى 4 شعب. شكون هذا الشعب؟ عندنا شعبة رياضيات، شعبة الرياضيات، عندنا شعبة تقني رياضي، تقني رياضي، عندنا شعبة تسيير واقتصاد، تسيير واقتصاد، وعندنا شعبة علوم تجريبية، شعبة علوم تجريبية. إذن ودير في عفوا يكون في علمكم أن التوجيه ليس عملية عشوائية هكذا، لا يعني لا هو ليس عملية عشوائية كما تعتقدون أنتم. إذن أعزائي التلاميذ إنه عملية منظمة. أما المواد التي يتم من خلالها التوجيه، ما هي هذه المواد؟ هي مادة الرياضيات، مادة الرياضيات، مادة العلوم الفيزيائية، يعني كي نقول كلمة العلوم الفيزيائية نعني بها كيمياء وفيزياء الفيزيائية، عندنا مادة العلوم الطبيعية، العلوم الطبيعية، مادة اللغة العربية وأدابها، لغة العربية وأدابها، وعندنا مادة التكنولوجيا، تكنولوجيا، وعندنا مادة الإعلام الآلي، الإعلام الآلي، وعندنا أخيرا مادة الاجتماعيات، التاريخ والجغرافيا، اجتماعيات. هذهما المواد الذي يتم من خلالها التوجيه. نبدأ بالشعبة الأولى، نبدأ بماذا؟ بشعبة الرياضيات، شعبة الرياضيات. في هذه الشعبة تتطلب منك، أو هذه الشعبة تتطلب منك عزيزي التلميذ عزيزي، القدرة على التفكير المجرد، التركيز، وضع احتمالات الحل المتعدد لمشكلة واحدة، الدقة في التعبير بمختلف أشكاله سواء كان كتابي أو رسم بياني إلى آخره. إذن المواد الأساسية لهذه الشعبة يعني في التوجيه، ماشي واش راح تقرأ العام، يعني بيوجهوك في آخر السنة وشن هي المواد اللي ياخذوها بعين الاعتبار. عندنا مادة الرياضيات، يعني قلنا في التوجيه كاين المواد اللي تم من خلالها التوجيه: الرياضيات، الفيزياء، علوم طبيعية، اللغة العربية، التكنولوجيا، الإعلام الآلي، الاجتماعيات. في شعبة الرياضيات يدو يوجهوك من خلال الرياضيات، ومن بعد العلوم الفيزيائية، العلوم الفيزيائية، اللغة العربية، اللغة العربية. يعني بين المواد اللي ذكرناهم في شعبة الرياضيات بيوجهوك لهذه الشعبة يشوفوا هذه الثلاثة فقط.
لا غير. رياضيات معامل 6، العلوم الفيزيائية معامل 4، اللغة العربية معامل 1، المجموع 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 11. نروحوا الآن إلى شعبة تقني رياضي، شعبة تقني رياضي، شعبة تقني رياضي ما هي؟ أي نفس الملاحظة اللي قلتها بالنسبة لشعبة الرياضيات، ما هي المواد التي من خلالها يتم التوجيه إلى هذه الشعبة؟ عندنا مادة الرياضيات، الرياضيات، عندنا مادة العلوم الفيزيائية، العلوم الفيزيائية، وعندنا مادة التكنولوجيا، التكنولوجيا، وعندنا مادة اللغة العربية، اللغة العربية دائما حاضرة، اللغة العربية. إذن عندنا بالنسبة للرياضيات معامل، معامل 3، بالنسبة للعلوم الفيزيائية معامل 3، بالنسبة للتكنولوجيا معامل 4، وبالنسبة للغة العربية معامل 1، المجموع المجموع 11. في كل شعبة المجموع راح يكون 11. عندنا الشعبة التي تليها شعبة تسيير واقتصاد، أو نكمل مع شعبة علوم، شعبة شعبة علوم تجريبية، شعبة علوم تجريبية، نفس الملاحظة اللي قلتها الرياضيات، ما هي المواد اللي تم من خلالها توجيه؟ علوم الطبيعة والحياة، علوم الطبيعة والحياة، عندنا الرياضيات، الرياضيات، وعندنا العلوم الفيزيائية، العلوم الفيزيائية، وعندنا أخيرا اللغة العربية، اللغة العربية. أي معامل العلوم الطبيعة والحياة 4، معامل الرياضيات 3، معامل العلوم الفيزيائية 3، ومعامل اللغة العربية 1، المجموع 11، المجموع 11. قاتلنا مادة أخيرا شعبة عفوا تسيير واقتصاد، شعبة تسيير واقتصاد، ما هي المواد التي يتم من خلالها التوجيه؟ أولا هذه شعبة علوم واقتصاد هي شعبة وسط، جاية وسط بين الشعب العلمية والشعب الأدبية. هذه الشعبات تتطلب منكم القدرات الإحصائية والحسابية والتعامل مع الأعداد، لأنك راح تدرس مادة جديدة هي المحاسبة، القدرة على كذلك على التحليل والمعالجة الإحصائية، كذلك القدرة على التنظيم والحفظ. ما هي المواد اللي من خلالها يتم التوجيه إلى هذه الشعبة؟ رياضيات، مادة الرياضيات، مادة الاجتماعيات أي التاريخ والجغرافيا، اجتماعيات، وعندنا مادة اللغة العربية، اللغة العربية، وعندنا وأخيرا مادة الإعلام الآلي، مادة الإعلام الآلي. بالنسبة للرياضيات معامل 4، بالنسبة للاجتماعيات معامل أي التاريخ والجغرافيا معامل 4، بالنسبة للغة العربية معامل 2،
وبالنسبة للإعلام الآلي معامل واحد، المجموع 11. إذا ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أن مجموع المعاملات هو 11 في كل شعبة. ما هي شروط التوجيه؟ عندنا أولا المعدل السنوي، لازم يكون أي المعدل أكبر أو يساوي 10. وقلت إلا بعض الثانويات دير استثناء، استثناء لبعض التلاميذ اللي يكون عندهم 9.5 فما فوق، 9.5 فما فوق، يعني 9.49، لا 9.5 فما فوق، يدير لهم استثناء يعني ينتقل إلى السنة الثانية بتحفظ. كذلك عندنا احترام رغبة التلميذ، إلا في حالة واحدة، نحترم رغبة التلميذ إلا في حالة واحدة، إذا كان من بين 5% الأوائل، 5% الأوائل يعني كامل 5% الأوائل في كامل الثانوية، ثانوية يعني الجذع مشترك علوم وتكنولوجيا، يعني التلاميذ الذين يجدون أنفسهم في جدول التوجيه في الترتيب الأخير، يعني ما همش داخلين في 5% ويجدوا رواحهم في الترتيب الأخير، قد يتحصلون على الرغبة لأنك ملأت قائمة هذه بطاقة الرغبات، أي يطيب روحك في الرغبة 2 اللي درتها 2، يطيب يعطوك الثالثة يعطوك الرابعة. هذه كذلك كاين حاجة مهمة وهو قرار الأساتذة، لماذا؟ لأن الأستاذ هو اللي يعرفك، أي العارف الحقيقي بقدراتك طيلة السنة الدراسية، هو اللي كان قريب منك، أي أن الأستاذ هو العنصر المهم في عملية التوجيه، هو العنصر المهم في عملية التوجيه. الآن نشوف ما هي المواد الممثلة لكل شعبة ومعاملاتها، يعني كي تنتقل السنة الثانية كي وجهوك لهذه الشعبة وش هي المواد الأساسية فيها والمعاملات تاعها. نبدأ بشعبة العلوم التجريبية، وقد سبق لي ودرت هذا الجدول، نشرته في مجموعة السنة الأولى ثانوي في الفيسبوك تاعي، ونشرته كذلك في الصفحة التعليمية تاعي في الفيسبوك. إذا نبدأ بشعبة العلوم التجريبية، نلاحظ هنا عندك توقيت وهنا عندك المعامل، يعني اللي همنا هو ماذا؟ هو المعامل، يعني هذا هو اللي همنا، يعني هذا الله الجهة هذه المعامل، هذه السنة الثالثة. إذا اللغة العربية بالنسبة للعلوم التجريبية احنا نقراو السنة الثانية، وانت إذا حبيت تطلع على المعامل تاعها في السنة الثالثة هاوليك. اللغة العربية سنة ثانية 2، ثالثة معامل 3، الرياضيات 5، يبقى هو العلوم الفيزيائية هو يعني في الثانية والثالثة، العلوم الطبيعة والحياة 6 هو العلوم الإسلامية، تاريخ والجغرافيا، الفرنسية، الإنجليزية، تبقى كامل معامل 2، تربية بدنية الرياضة أو تربية فنية معامل 1، سنة ثالثة ثانوي مكاس تربية فنية، ثم كاين الباك إن شاء الله. إذا لاحظ المواد الأساسية وين راهي؟ المواد الأساسية، المادة الأساسية هي هذه، لاحظ علوم طبيعية وبعد يجي الرياضيات والعلوم الفيزيائية. عندنا بالنسبة لشعبة الرياضيات، شعبة الرياضيات هنا اللي همني هو هذا، يعني المعامل هذا هو اللي هم. لاحظ معي في شعبة الرياضيات عندك الرياضيات هي المادة الأساسية، معامل 7 في السنة الثانية أو السنة الثالثة، العلوم الفيزيائية
معامل 6 سواء كان في السنة الثانية أو السنة الثالثة. أما لاحظ المواد الأخرى في السنة الثانية كلها اثنان، معامل اثنان. تدخل عندك مادة جديدة في السنة الثالثة وهي الفلسفة، تدخل مادة جديدة في السنة الثالثة كما أنا شعبة علوم تجريبية كيف تدخل مادة جديدة وهي الفلسفة، أنا ثاني تدخل الفلسفة. هنا اللغة العربية لاحظ في كل الشعب تتبدل، في السنة الثانية اثنان، في السنة الثالثة تولي ثلاثة، معامل ثلاثة. هاي نواصل مع شعبة التقني رياضي. قلت هذه الجداول راهي موجودة في المجموعة تاع السنة الأولى أو في الصفحة وفي تحت الفيديو، تسيبوني داير عنوان المجموعة في الفيسبوك وكذلك عنوان الصفحة. شعبة التقني رياضي، المعامل في السنة الثانية والمعامل في السنة الثالثة. إذن لاحظ ما هي المادة الأساسية؟ التكنولوجيا هي المادة الأساسية بالنسبة لشعبة تقني رياضي. ها هي التكنولوجيا، هي المادة الأساسية. يعني عندك سواء كانت هذه التكنولوجيا هندسة مدنية أو هندسة طرائق، الهندسة الكهربائية أو الهندسة الميكانيكية. إذن لاحظ أن التكنولوجيا في السنة الثانية معامل 6، في السنة الثالثة معامل 7، أي هي الأساس. الرياضيات معامل 6 في كلتا السنتين. العلوم الفيزيائية في السنة الثانية 5، أما في الثالثة 6 كيما شعبة الرياضيات. الفيزياء في السنة الثالثة ثانوي اللي روح تقني رياضي في البكالوريا نفس الموضوع تاع البكالوريا، مكتوب فيه خاص بشعبة الرياضيات وتقني رياضي. اللغة العربية كما قلت في السنة الثانية 2، الثالثة تولي 3. أما بقية المواد كلها معامل 2 ما عدا في السنة الثالثة تكون عندك المادة جديدة اللي هي الفلسفة. الآن ننتقل إلى شعبة سير واقتصاد. في السنة الثانية بدلوا اللون. السنة الثانية ها هو المعامل تاعها، والسنة الثالثة ها هو المعامل. إذن اللغة العربية كالعادة اثنان، في السنة الثالثة 3، الرياضيات في السنة الثانية 3، في السنة الثالثة 5. باش تكونوا في الصورة أن الرياضيات اللي طلعوا شعبة سير اقتصاد وداعا الهندسة تقرأوا ما عدا الجبر والتحليل. الهندسة أي حاجة عندها علاقة بالهندسة ما تقرأوهاش. عندكم التسيير المحاسبي والمالي، مواد هذو المواد الجديدة. التسيير المحاسبي والمالي معامل 5 في السنة الثانية، معامل 6 في السنة الثالثة. عندكم الاقتصاد والمانجمنت معامل 4 في السنة الثانية، معامل 5 في السنة الثالثة. وعندكم القانون معامل 2 في كلتا السنتين. أما باقي المواد 2 ما عدا التاريخ والجغرافيا حيث يصبح مادة أساسية ثاني، وتاريخ لاحظ معامل 4 في كلتا السنتين. تاريخ والجغرافيا معامل 4، وتكون عندك مادة الفلسفة كذلك. هكذا إن شاء الله تكونوا اديتوا نظرة على الشعبة اللي راح تتوجه لها في السنة الثانية، يعني ما هي الشروط التي تبنى عليها باش توجه التوجيه تاعك، يبنى عليها التوجيه تاعك في السنة الثانية، وما هي المواد اللي راح تدرسها في الشعبة اللي راح توجه لها، والمعاملات تاعها في السنة الثانية والسنة الثالثة ثانوي. الآن نشوف إمكانية الاستقبال للمؤسسات. إمكانية الاستقبال، كل مؤسسة تربوية يعني كل ثانوية لها بطاقة استيعاب محددة، أي
كاين اللي الاستيعاب تاعها يكون قليل، كاين اللي كبير حسب الثانوي، حسب حجم الثانوي. أي هذا بطاقة استيعاب لا يمكننا تجاوزها، أي تسمى بالخريطة المدرسية. الخريطة المدرسية ثانوية بالطبع. مثلا إذا كان لدينا في الخريطة المدرسية قسم واحد، ها يعني قسم واحد دوزيام أس، ها مثلا أمتي مات تكنيك، سنة ثانية ثانوي مات تكنيك. هذا المات تكنيك تخصص هندسة مدنية، مثلا مدنية. قلنا إذا كان مثلا عندنا ثانوية إكس، ها عندها أي خريطة المدرسية تاعها فيها قسم واحد تاع تقني رياضي، سنة ثانية تقني رياضي هندسة مدنية. هذا هو الاستيعاب تاعها. وكان هناك تلاميذ تاع السنة الأولى كيطاولهم يملؤوا بطاقة الرغبات، كان هناك عدد كبير من التلاميذ اللي حبوا يروحوا الهندسة المدنية، يعني تلاميذ يرغبوا في هذا الشغل. إذن هنا لا يمكن تلبية رغبات كل التلاميذ، ها أي الذين طلبوا التوجه إلى هذه الشعبة. لماذا؟ لأنه لا يمكن استقبال أكثر من عدد محدود في القسم الواحد. لا ربما كان بعض الأقسام وين يلحقوا 40، لكن تقني رياضي ما كاين، يعني على حسب ظني أنا في وقتي ما يفوتش 30، و30 بزاف. احنا في وقتنا 25 20، لكن درك لحقوا راهم 30 34 راهم هكا يدوروا. يعني إذا كان في الثانوية هذه قسم واحد تاع تقني رياضي هندسة مدنية، وكاين عدد كبير اللي عمروا رغبات تاعهم الأولى هندسة مدنية، إذن هنا ما قدروش يلبوا كامل رغبات التلاميذ، إذن هنا تدخل فيها الأولوية. تدخل فيها ماذا؟ الأولوية، لأنه لا يمكن استقبال أكثر من عدد المحدود في القسم الواحد كما قلت لكم. الآن باش نعطي حوصلة على كامل واش قلنا باش نفهمه، لا ربما كان اللي ما فهمش مليح. نفرض أنك، ناخذ مثال، نفرض أنك تحصلت على المعدلات السنوية التالية في المواد الخاصة بالتوجيه، حيث المعدل السنوي واش يديروا معدل الفصل الأول ها زائد معدل، نديروا غير ميم، معدل الفصل الثاني زائد معدل الفصل الثالث تقسيم ثلاثة، يعني تساوي المعدل السنوي. هذه اللي نعرفها صح. إذا مثلا سيدي كنت تلميذ نجيب وما شاء الله عليك وتحصلت على النقاط التالية، مثلا في الرياضيات ديت 13، المعدل السنوي 13.15، في العلوم فيزيائية مثلا ديت 14.75، وكل واحد فيكم إن شاء الله يتمنى يدي هذا المعدلات. مثلا علوم الطبيعة والحياة، علوم طبيعية اديت مثلا 12.25، اللغة العربية مثلا اديت معدل السنوي 15.85، الاجتماعيات أي التاريخ والجغرافيا اجتماعيات اديت 12.5
1.92. الإعلام الآلي، الإعلام الآلي يعني النديت 16.25. وأخيرا التكنولوجيا، التكنولوجيا الديت 18.05، لأن هذه هي المواد السبعة اللي ذكرناها، أي هذه اللي تم على أساسها التوجيه إلى السنة الثانية. إذا بمن نبدأ؟ نبدأ بشعبة الرياضيات. كيف يحسبوا لك؟ أو جاء من المجلس وبدأوا يحسبوا لك، يحسبوا لك في يحسبوا لك في النتائج تاعك باش يوجدوك للتوجيه. مثلا حبيت تروح شعبة الرياضيات، قام حسبوا لك قال شعبة رياضيات، شعبة رياضيات تبع. وشنو هما المواد التوجيه؟ هي رياضيات، وعندنا نكتبوا غير فيزياء هكا فيزياء، وعندنا العربية نكتبوا له عربية باش ما نضلوش نكتبوا له غلط. إذا الرياضيات هذو هما المواد اللي على أساسهم يتم التوجيه إلى شعبة الرياضيات، ما يدوش كامل هذا، يدو ثلاثة هذا فقط. الرياضيات عندك 13.15. معامل قلنا في شعبة الرياضيات قلنا سابقا أنه 6 في 6، إذن تعطينا 78.9. علوم فيزيائية ديت 14.75. معامل 4 في 4، ما تخلطش بين هذا معامل التوجيه وبين المعامل اللي راح تدرس به المادة في السنة الثانية. نفوق يصرع لك إذا ما تفرق هذا بالنسبة هذو علامات المعدلات السنوية السنة الأولى، يعني في آخر السنة المجلس الاستثمار راهم يحسبوا لك. أما الجداول اللي شفناه ما ذوك العام الجاي تبدأ تقرأ فيهم المعاملات تاعهم ما تخلط لكش. إذا تساوي 59. اللغة العربية أي 15 شعارك الدي 15.85 في 1، إذا هاي مكان اللي نظلوا نكتبوا هاي 85 في 1 في 1 تعطينا 15.85. إذا واش ندير؟ ندير المجموع، المجموع أي تعطينا 153.75. هذه بالنسبة إلى شعبة رياضيات. نشوف شعبة تقني رياضي، شعبة تقني رياضي يعني العام السنة المقبلة إن شاء الله كي يكونوا ندرسوا في الفيديوهات كي نقول لك شعبة رياضيات راح نكتب لك آم هكذا، يعني نكتب لك هكا دوزيام أس أم، يعني دوزيام أني سكوندير أم رياضيات. يعني إن شاء الله كي نديروا فيديوهات السنة المقبلة إن شاء الله سواء في العلوم الفيزيائية أو في الرياضيات نكتبوا هكذا أم. شعبة التقني رياضي نكتبوا أمتي مات تكنيك، هذه مات ماتي لام مات تكنيك هكذا. نواصل هيا تقني رياضي وشن هم المواد اللي لازم باش توجه. عندك الرياضيات، عندك الفيزياء والتكنولوجيا والعربية. عندنا رياضيات شعال عندك، عندك 13.15، معامل التوجيه هو 3 في 0.3، إذا تعطينا 39.45. أنا أكد لي على هذا، على المجموع، هذا المجموع واللي أكد لي عليه. إذا عندنا فيزياء، فيزياء إذا عند شعارك دي فيزياء، فيزياء 14.75، معامل توجيه 3 أي تعطينا 44.25. عندنا تكنولوجيا، تكنولوجيا
شهر الدين 18، الله يبارك، 18.05 معامل توجيه 4 في 4، إذا تعطينا 72.20. ما زالت مادة أخرى اللي هي العربية، اللغة العربية. شعرك الداي 15.85 معامل 1. إذا المجموع هو أي هذه زائد هذه زائد هذه زائد هذه تعطينا 171.75 هكذا. إذا هذا المجموع تاع تقنية رياضي. نروحوا للشعبة الأخرى، شعبة تسيير واقتصاد. شعبة تسيير واقتصاد، ما هي المواد اللي يبنى عليها التوجيه؟ الرياضيات، اجتماعيات، العرب، اللغة العربية، إعلام الآلي. أي الرياضيات شحال عندك؟ عندك 13.15 معامل توجيه 4 في 4 تعطينا 52.60. اجتماعيات عندك 12.92 معامل توجيه 4، هاي التاريخ والجغرافيا. عندك المجموع 51.68. عندنا اللغة العربية عندنا أكدي 15.85 معامل توجيه 2، أي 31.70. وأخيرا عندنا الإعلام الآلي راك معامل 1، إذا نكتبو 16.25. المجموع شحال؟ 152.23، ها هو 152.23. إذا نواصل مع الشعبة اللي بقات لنا، اللي هي شعبة علوم تجريبية. شعبة علوم تجريبية، المواد اللي نتوجه بها شعبة علوم تجريبية أو يعتمد عليها التوجيه هي علوم الطبيعة والحياة، الرياضيات، العلوم الفيزيائية، العربية. ها؟ أي علوم الطبيعة راك دي 12.25 معامل 4، معامل التوجيه 4، أي 49. عندك رياضيات راك دي 13.15 معادل سنوي، معامل 3، يعني المجموع 39.45. وعندك الفيزياء أي العلوم الفيزيائية راك دي 14.75 معامل 3، أي 44.25. بعدين أخيرا العربية أي اللغة العربية وآدابها، مدى معامل 1 نكتبه 15.85. إذا المجموع هو 148.55. إذا لاحظ معي، الرياضيات، مجموع شعبة الرياضيات، مجموع تقني رياضي، مجموع تسير واقتصاد، ومجموع علوم تجريبية. انتبه معايا، هنا واش نجي ندير؟ نقسم كل مجموع من مجاميع الشعب على 11. نبدأ برياضيات. رياضيات شحال جبت المجموع؟ 153.75 نقسمها على 11، شحال تعطيني؟ تعطيني أي 13.98. عندي تقني رياضي، شعبة تقني
تقني رياضي، شعبة تقني رياضي، عندي المجموع 171.75 نقسمها على 11 تعطيني معدل 15.61. عندي شعبة سير واقتصاد، سير واقتصاد، كنت ما قلت لكمش كيفاش نمثلوها، كيفاش نزبلها، جي او جيسيون ايكونوميك، هكا جي او، هذه ام تي وهذه ام اخرى جي، مجموع تاعها 152.23 تقسيم 11، اي تعطينا معدل 13.84. فالأخيرة اللي هي علوم تجريبية، علوم تجريبية نرمزوا لها اس او سيونس اكسبيرمونتال. اذا هنا المجموع 148.55 نقسمها على 11 تعطينا معدل شحال 13.5. اذا بعد ما حسبنا هذه المعدلات لكل شعبة، الان كيف يتم التوجيه؟ التوجيه يتم حسب اكبر معدل في الشعب الاربعة، حسب اكبر معدل في الشعب الاربعة. ما هي اولويات التوجيه؟ ما هي اولويات التوجيه؟ التوجيه عنده اولويات. اولا تلبى رغبة 5% الاوائل، 5% الاوائل، هذو الرغبة تاعهم تلبى، اللي دارها الاولى يروح ليها، بشرط مثلا دار تقني رياضي وما تحصلش على 10 في، ما تحصلش مثلا على معدل 10 لهنا في هذه المادة، كي داروا المعدل تاعو هنا يروح، اذا كان من 5% الاوائل وحب يروح تقني رياضي بشرط انه يكون تحصل على معدل اكثر من 10 في الرغبة المطلوبة، لازم يكون اكثر من، مثلا دار 9.61 ودار وكان من 5% الاوائل وحب يروح تقني رياضي، ما يروحش تقني رياضي، يروح للثانية ولا ثالثة. ثانيا اكبر معدل، اكبر معدل متحصل عليه في الشعب، مثلا لهنا اكبر معدل هو في التقني رياضي 15.61. ثالثا الرغبة، الرغبة اي هنا نحتكم الى الرغبة فقط، إذا كانت معدلات مثلا عنده شعبتين أو أكثر تكون عنده متساوية، تكون تقريب كيف كيف، مثلا نقولوا في تصير مثلا حب يروح رياضيات وعنده معدل مثلا 13.25 ومثلا في التقني رياضي عنده 13.25 وهنا عنده 13.25 مثلا، احنا نشوفوا الرغبة تاعو مع الرياضيات هي الاولى، ندوه الرياضيات، هنا الرياضيات. هذه يعني اعطيت لكم نبذة فقط على كيفاش يتم التوجيه، لربما يكون هناك بعض الفروق لكنها قليلة جدا، يعني هذه النبذة عامة شاملة 99، يعني تقدر تقول 98%، لربما اختلفت او تمت مثلا تغييرات في البرنامج الجديد او الى اخره. ان شاء الله تكونوا استفدتوا باش تعرفوا واش رايحين تدرسوا السنه القادمه ان شاء الله، كيفاش راح يكون، كيفاش راح يتم توجيهكم الى سنه ثانيه ثانوي. وختاما اعزائي الطلبه اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.